الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العلم الإمام البخاري، وصلنا إلى الباب 54 بعد 400، باب الصلاة على الشهيد. في هذا الباب حديثان، 29 بعد 500، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. معنى الحديث، يقول جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، شهداء أحد، يلفهما في ثوب واحد ويفصل بينهما بنبات اسمه الإذخر. لماذا؟ لأن لا يوجد أكفان تكفيهم. ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ يسأل عن أكثرهم صلى الله عليه وسلم، يقول: من فيهما أكثر حفظا للقرآن وعلما بالقرآن؟ فإذا أشير إليه، يعني إذا قيل هذا، إذا أشار الصحابة إلى أكثرهم حفظا، أكثرهما حفظا، قدمه في اللحد على غيره تكريما للقرآن وأهل القرآن، وجعلنا الله وإياكم منهم. وأمر بدفنه في دمائهم، لم يغسلوا ولم يصل عليهم، أي بدون غسل وبدون صلاة. طيب، هذا الحديث يدل على أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية وابن هبيرة كمان الحنبلي في الإفصاح. وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل. قال أحمد: لا يغسل إلا إذا كان جنبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حنظلة: وقد قتل يوم أحد، ما شأن حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تغسله، وذلك لأنه جامع أهله وخرج إلى المعركة فاستشهد، فغسلته الملائكة، ولا يصلى عليه في أصح الروايتين عند أحمد. ثانيا: جواز الجمع بين عدة أموات في ثوب واحد وقبر واحد. الحديث الثاني هو 30 بعد 500، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يحدثنا عقبة بن عامر أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، أي صلاة الجنازة، كما يصلي صلى الله عليه وسلم على غيرهم من الموتى العاديين، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، أي سابقكم وأول وارد منكم على الحوض يوم القيامة، وأنا شهيد عليكم، أي وأنا شهيد لكم يوم القيامة بالشهادة في سبيل الله، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أشار بذلك إلى اتساع صلى الله عليه وسلم، إلى اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الفتوحات وتدفق الأموال عليها، لأن من فتح بلداً فكأنما تسلم مفاتيح خزائنه وامتلك ثرواته وأمواله، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. الذي يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملكم التنافس على المال والجاه على التنازع فيما بينكم، فيودي بكم إلى العداوة والشحناء والبغضاء والتقاتل على الدنيا وخيراتها. للأسف الشديد هذا حادث بين الناس، نسأل الله أن يعيد الإيمان مرة أخرى صافيا تقيا نقيا في القلوب، اللهم أمين. هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على الشهيد،
وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة خلافا للجمهور لقوله في الحديث: خرج صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وهذا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام، وكأنه ذهب يودعهم، ولذلك رأي أبو حنيفة هنا هو الأرجح. التحذير من إقبال الدنيا وفتنتها ومخاطرها على الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.